هذا يقول رجل به مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، وشرب الماء في رمضان، ما مقدار الفدية؟ الحاصل أن هذا سؤال يقول فيه رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن اللي يسمونه المزمن لا يرجى برؤه، وهو لا يستطيع الصيام، يحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى الدواء. نقول هذا يفطر، يفطر ويدفع الفدية فقط، عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم يدفع نصف صاع، ولا عليه الصيام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام، إما لهرم وكبر، وإما لمرض مزمن لا يرجى له برؤه ولا يستطيع الصيام، هذا تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وليس عليه الصيام، والحمد لله.